السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه ايه؟ قراءه برج الجدي. برج الجدي صلي لي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. هيكون عندك نقلات جديده، عندك فرحه طال انتظارها، عندك تغيير حلو جدا باذن الله. لازم بقدر المستطاع الفتره دي تخلي بالك من نفسك وتمسك اعصابك شويه يا برج الجدي. وزي ما قلت التاريخ 19 مايو 2022، النهارده الخميس، ده تاريخ الفيديو. هنشوف مع بعض دلوقتي قراءتك هيكون فيها ايه، واخر الفيديو هنشوف الرساله القويه اللي هترد على الامنيه بتاعتك اللي انت حاططها في بالك. ركز بس انت معايا وسيب الباقي على ربنا، ونشوف مع بعض يا برج الجدي فترتك دي فيها ايه. بسم الله، انزل وادعم الفيديو بتاعك باللايك وبالتعليق الجميل. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عندكم وقف حال، حرفيا اليومين دول وقف حال. قلبكم طيب جدا، روح، شكل، اخلاق جميله، كل حاجه فيكم جميله، لكن بتمروا بتعب. التعب ده جاي لكم ايه؟ من طيبه قلبكم. انتوا في فتره انتظار، الفتره دي في حاجات بتمشي معاكم عكس ما انتوا بتفكروا، لكن بفضل ربنا في شفاء من مرض، شفاء من حاجه مأثره عليكم. في عرض شغل عندكم حلو، انتوا ناويين على تغيير، والعرض ده هيفرحكم قوي، لان دخول محكمة، انتوا جايبين ورقة وقلم عمالين ترسموا وتخططوا وتعملوا حاجات جديدة. بلاش تكونوا متسرعين في قراراتكم، في ضغط عندكم حاصل الفترة دي. في واحدة ست وراكم من برج، من ابراج مائية. الست دي عاملة زي العقربة، وراكم وراكم، مش سايباكم في حالكم، بتأذي فيكم، فياريت تخلوا بالكم بسبب ان انتوا عندكم متاهه ودايره مقفوله عليكم وتفكير. خلوا بالكم، في زعل بينكم وبين حد وحس الخساره. انتوا تصرفتوا تصرف خطا وانتوا ندمانين عليه. الفتره دي هيكون في كشف حقيقه حلوه. خلوا بالكم ان انتوا عندكم علاقه مع الشريك من ابراجته الناريه، ممكن تكونوا انتوا مع الشريك في ابراج ناريه. الشريك بيحبكم جدا، بس انتوا مش شايفين اي تجديد في حياتكم. القارين عندكم ملازمكم في كل حاجه، بتعبكم نفسيا وجسديا. القارين مأثر عليكم في حاجات كتيره جدا، في تفكير متكرر عندكم بسبب خصوص شخص. في طريق سفر مفتوح عندكم، الطريق ده هيكون تجديد. في كمان حاجات متجددة عندكم هتحصل الفترة دي، لأن اسمة النصيب عندكم والاستقرار النفسي والجسدي مفتوح على أشد الشدود كتيرة جدا. وقلت المشروع ده هينجح، هينجح بشكل كبير. المشروع اللي انتوا فيه هينجح بشكل كبير جدا، وهيكون فيه تغيير حلو. عندك مشاجرة مع حد أو نهي علاقة مع حد، في تطوير إيجابي. انتوا طاقتكم كبيرة وطاقتكم قوية جدا، قلق وتفكير بحاجة مهمة شغلة حياتكم. ممكن يكون انتوا ناويين على جواز او في زواج، عندكم في استقرار في الحياة العاطفية، حرفيا في استقرار في الحياة العاطفية. في لقاء مع حد كبير عنكم سن هتتكلموا معاه، وفي زيارة ليكم لحد برضو، الزيارة دي هتكون جميلة جدا او هتكونوا مبسوطين جدا بيها. ما شاء الله عليكم، نقلة هتتم على خير. لقاء مع حد كبير في السن زي ما قلت خير. في شفاء او في فرصه لتجديد امور، بس في حاجه واقفه لسه ما اتحققتش عندكم. الحاجه اللي واقفه ما اتحققتش عندكم دي تعباكم وبتاخد من الطاقه بتاعتكم، الطاقه دي بتنزل عندكم، فخدوا بالكم. خصوصياتكم اكتموا عليها وداروا، حصنوا نفسكم، ما تتكلموش عن اي حاجه. ليه؟ عشان نجمكم خفيف، ومعنى ان نجمكم خفيف ما عندكمش استكمال في اي حاجه في حياتكم، والاستكمال ده بيدل بعدم التفاهم بينك او بينكم وبين حد. في كمان مواجهه حد، انتوا هتواجهوا حد عدو مش حبيب. الحد العدو اللي هتواجهوه ده هتاخدوا معاه قرار حاسم، وخلال القرار الحاسم ده هتتصرفوا تصرفات مختلفة وتصرفات منعكسة. فخدوا بالكم من نفسكم بقدر المستطاع، لان الحسد مؤثر عليكم ومفتوح العيون كبيرة عليكم. انتوا بتعانوا من اكتر من حاجة، واشد المعاناة اللي انتوا بتعانوا منها دي هي انقلاب حاجات مختلفة. وبلاش تظلموا الشريك، او بلاش تيجوا على الشريك بسبب ان انتوا مش فاهمين الشريك الضغوط اللي عنده ايه، او ايه اللي بيحصل مع الشريك. انتوا ليكم الظاهر، فخلوا بالكم. وبلاش الملاوعه في حاجات تتعبكم نفسيا، وبلاش تدخلوا نفسكم في مغامرات تاذيكم وتتعبكم.
طيب الفترة دي برضو انتوا منتظرين رسالة او مكالمة تليفون، خلوا بالكم انه في هروب، حد هيهرب منكم او انتوا هتهربوا من حد. ممكن كمان تكون انتوا يعني انتوا الفترة دي حرفيا ممكن تنهوا علاقة للأبد او هتخرجوا من حاجة برضو للأبد، في خروج او في هروب. انتوا بقيتوا ما بقيتوش زي الاول، يعني حاليا بتهربوا من اي حاجه بتوجعكم. هو حاليا في حاجات ممكن تاذيكم تبعدوا عنها من غير ما حتى تفكروا، ما بقيتوش تفكروا في راي الاخرين، بتفكروا ان انتوا تسعدوا نفسكم، عندكم توازن في اكتر من حاجه. والمفاجاه اللي في حد بيحضرها لكم ده حد هيكون حبيب ليكم. كمان انتوا هنا عندكم حاجه بتتكرر معاكم وبتاثر عليكم وبتخلي حياتكم تنقلب. في حزن على شخص انتوا بتحبوه، لكم علاقة بيه في الماضي، طول الوقت بتفكروا فيه، عايزين ترجعوا له، عايزين تتكلموا معاه، عايزين اموركم تتفتح بينكم، الله اعلم. لكن انتوا نجمكم بيلمع، وده بيدل ان في حاجات عندكم هتتم على خير، بس بلاش تكون خطواتكم سريعة، وبلاش قلة النوم اللي عندكم. حاولوا تقفوا على رجلكم من جديد، وخدوا بالكم من خطواتكم، وحاولوا تعيشوا حياتكم بالراحة وبهدوء، لاني عدم الراحة اللي عندكم مسبب لكم طاقة سلبية. انتوا بتحبوا جدا تطلعوا من البيت بس ما بتحبوش ترجعوا، بتحبوا جدا تغيروا من نفسكم، لكن الحال الواقف اللي عندكم ده عامل لكم عدم توازن. وكمان الفترة دي عايزاكم بقدر المستطاع ما تقربوش من اي حد قوي، لان انت هنا هترفض علاقة بشخص، وده حد انت هتكون متمسك بيه، ممكن يجي يعرض عليك حاجة او هيعرض فيه حاجة عندك هتعرفها فانت هترفض. كمان انتوا هنا ما شاء الله عليكم، يعني ما شاء الله عليكم في حاجة هتسمعوها او في حاجة هتتم عندكم، فلازم تكتموا وتداروا عليها، لان لو اتكلمتوا مش هتتم زي ما انتوا فاكرين. في ناس بتقرب منكم بطريق الخير، يعني بطريق ان هي بتبين لكم ان هي حابه لكم الخير، لكن هم مش حابين لكم الخير زي ما يظهروا. وزي ما قلت لكم بلاش تبصوا على الظاهر، انتوا اصلا عندكم الحاجه بتحسوا بيها قبل ما بتحصل، في حد بيجي، في حد بيروح، في اي حاجه بتحسوا بيها بتحصل، ودايما بتخافوا من احساسكم جدا، لان احساسكم دايما بيكون صح في كل حاجه، مفيش حاجه لحد الان احساسكم كان فيها غلط. فحاولوا ان انتوا تطولوا بالكم شويه وتصبروا، لان طاقة الانتظار اللي انتم مستنيينها دي هتطلعكم من كتير حاجات ضيق. ولو زي ما قلت لو انتم بتعانوا من عدم استقرار وفي ضيق او في خنقة او في حاجات مأثرة عليكم، ربنا هيكرمكم بالخير الفترة اللي جاية، لان انتم تعرضتوا لغدر في حاجات كتيرة جدا، وربنا هو اللي كريم عليكم. الفترة دي في اشخاص هتركز معاكم على كل حاجة، وفي حد هيبقى واقف لكم على الصغيرة والكبيرة، لكن انتوا هتحطوا له حدود الفترة دي بطريقة كبيرة، لان انت هتقعدوا وهتتكلموا وهتقولوا انتوا مالكمش حاجة عندنا، انتوا ما بتدوناش حاجة. هم طبعا هيفتحوا، انتوا هتفتحوا، هم هيفتحوا في اوراق قديمة، لكن هم مش هيعتذروا، وانتوا هتسيبوهم وتمشي وهتقولوا خلاص احنا ما عدناش عايزين منكم حاجة. فخلوا بالكم ان في شخص بيغلط بحقكم، والشخص اللي بيغلط في حقكم ده انسان مش لطيف. كمان في مبلغ من المال هتستلموه الفترة دي هيوضح لكم اكتر من حاجة، وهتوصلوا لحاجة جديدة، بس وصولك للتشتت وتفكيرك الزايد ده بخيبة امل اتجاه ناس، افقد انت فقدت الامل في الناس دي، او واخد صدمة من اقرب مليك وما بقيتوش تتعاونوا زي الاول. ففي موضوع شاغل بالكم وبتفكروا فيه، او بفكروا حل المشكلة دي، المشكلة دي هتتحل فما تقلقوش خالص، لان الموضوع مؤثر عليكم. طيب انتوا هنا عندكم طاقة خمول، وفي حاجة مش متظبطة معاكم، في حاجة تعباكم. ممكن البعض منكم بيعاني، لو انت فتاة في نساء بتعاني من عرق نساء، مشاكل نسائية. لو انت راجل بتعاني دايما من عدم استقرارك في التفكير، دايما عندك معدة وجعاك، ألم، دايما بتجيلك نغزة، انتوا دايما معرضين ان انتوا تفقدوا ناس بتحبوهم، وده بسبب ايه؟ بسبب العيون اللي فيها غل اتجاهكم. دايما اقول خلوا بالكم من نفسكم وحبوا نفسكم، ما حدش يعني طول ما انتوا بتحبوا نفسكم وبتتموا نفسكم هتلاقوا التجديد دايما والاستقرار النفسي في كل الاوضاع عندكم. فياريت تخلوا بالكم بقدر المستطاع على حياتكم. بسم الله ما شاء الله عليكم.
انتوا دايما على قد الصبر اللي عندكم، على قد ما يعني ما في طاقة جديدة. خلوا بالكم الفترة اللي جاية دي ربنا هيرضيكم بإذن الله، لأن انتوا أقوى من الأول، أو أصبحتوا أقوى من الأول، أصبحتوا تطلعوا اللي جواكم زي ما انتوا عايزين. ربنا كريم عليكم، طاقتكم حلوة جدا الفترة اللي جاية. أي نعم في زعل بينكم ما بين الشريك، في مكالمات الأيام اللي جاية، وفي لقاءات بصلح، وفي أمور تاني تجديد، في أمور منعكسة هتحصل عندكم. خدوا بالكم من عم أو مرات عم أو بنت عم، 3 أشخاص عندكم دول مش بيحبوا لكم الخير، في غيرة وفي حقد اتجاهكم. خدوا بالكم في مشروع هينجح عندكم، أو في فلوس، في ربح جديد، في تجديد لأكتر من حاجة عندكم. عندكم كمان شوية أمور فيهم تجديد حلو ليكم، في مفاجأة حلوة جدا الفترة اللي جاية بإذن الله، لأن الخبر الحلو اللي متعلق بالمفاجأة ده هيكون انفراجات على جميع الأوضاع. في عدالة عندكم، ممكن تكون عدالة في محكمة، عدالة في تفكير بينكم ما بين نفسكم، أمور مستجدة الفترة دي. عندكم شوية وجع في الجسم، عندكم شوية وجع في المعدة، مش عارفين تاخدوا راحتكم، في علاج بتاخدوه، والعلاج ده انتوا عايزين تبطلوه بس خايفين على نفسكم. في صفقة حلوة، الصفقة الحلوة دي هتكون من عند ربنا. انتم معرضين للكسل الشديد او التعب النفسي، الطاقة السلبية هي اللي مأثرة عليكم بشكل كبير جدا. انتم هنا بتعملوا حاجات جديدة اكتر من حاجات بتعملوها، كل الناس بصلكم، كل الناس بتبص على كل حاجة فيكم، وعشان كده حصل عندكم غدر من اكتر من حد، والغدر ده كتفكم، ربطكم، عمل لكم كذا حاجة مضايقاكم. لكن هيحصل عندكم تغيير من بعد الظلم، بخصوصا ان انتوا ما لقيتوش راحتكم ابدا في ظلمكم، في طريق حلو انتوا رايحين له وعاوزين تجديد فيه، انتوا رايحين لمكان احسن من اللي انتوا فيه. ما تزعلوش ابدا للي راح منكم، بص لقدام، طول ما انتوا هتبصوا لقدام هتلاقوا التغيرات الحلوه اللي انتوا عايزينها، لان ربنا كريم عليكم بشكل كبير جدا، وحبيبكم تكونوا في قمه الازدهار. فبلاش القلق، وبلاش الحيره، وبلاش التوتر، لان انتوا ظالمين نفسكم في اكتر من حاجه. انتوا هنا هيكون عندكم مولود، خبر حمل، او عندكم تجديد، عندكم مكالمات، الله اعلم، بس هيكون في امور حلوه. عندكم حد ظالمكم من ابراج طمئيه، برج العقرب، برج الحوت، برج السرطان، حد ظالمكم منه، حد اكل حقكم، امور مستجده عايزين تاخدوا حقكم منها، الله اعلم، بس في تجديد عندكم بخصوص الابراج دي. كمان انتوا بعض منكم شغال علشان عايز يغير عتبه، يغير سكن، يغير بيت، الله اعلم. في اكتساب نصر على اعداء عندكم، انتوا الفتره دي شغالين اقصى مجهود، لان انتوا هيكون عندكم تجديد في حاجات. فخلاص يعني بلاش تزعلوا نفسكم على اي حد، مفيش حد هيقدر يتحداكم، لان ربنا كريم عليكم وهو اللي هيكرمكم من حيث لا تحتسب. الشريك محتار وتعبان ومخنوق، عندك الشريك ممكن يكون من ابراج ناريه، الحمل، الكوس، الاسد، عندك شريك من الابراج دي. الشريك لو عندك من الابراج دي فهو في حيره، هو في تعب، هو مش عارف هو بيعمل ايه، وفي طرف ثالث في حياته عمال يتدخل، عمال يزن فوق ودانه، فخلوا بالكم كويس جدا منه، لانه الشريك تعبان، مش زي ما انتوا فاكرين. انتوا فاكرين ان هو مرتاح، بس هو مش مرتاح، 24 ساعه بيفكر، 24 ساعه ضاغط نفسه، 24 ساعه باله مشغول بحاجات كتيرة جدا. الضمير عندكم بيعذبكم، حاسين ان انتوا ظلمتوا الشريك، بس انتوا ما ظلمتوش الشريك، هو الشريك تعبان بسبب اختياراته الغلط، وانتوا حاولتوا بقدر المستطاع تريحوا اعصابكم وتكبروا دماغكم شوية. دمعتكم نازلة عليكم، لأن التعب أكبر من اللي انتوا فيه. في زعل عندكم الفترة دي حرفيا، زعلانين من حاجة كبيرة خانقاكم ومضايقاكم، في أمور عندكم انتوا بتعانوا منها أشد المعاناة. ليه؟ لأن بالكم مشغول بتفكير قوي في مكسب حلو، والمكسب ده هيكون نقلة. في حد قريب منكم، الحد اللي قريب منكم ده تعبكم، ممكن يكون عندكم اخ مش حابب لكم الخير، ومرات الاخ اللي عندكم دي بوشين بتقول كلام وتودي، انتوا فاكرينها حبيبة بس هي مش حبيبة.
انتوا حصل عندكم اكتر من امتحان في حياتكم، يعني انتوا ممكن تكونوا خلصتوا دراسة وما زال بتمتحنوا تجارب في الحياة، فخدوا بالكم لان انتوا مراقبين، يعني في حد بيراقبكم من على جميع الاوضاع، عليكم عيون، العيون الكبيرة دي من الناس المقربة، فلازم تخلوا بالكم، في حيرة مش طبيعية. البعض منكم عنده علاقة كاتمة نفسه، علاقة مضيقة صدره، مخليه مخنوق، في حاجة تقيلة على قلبه، وعشان كده بتجيلكم نغزة، لكن ربنا هيفرحكم بعودة تغيير ليكم. في ناس أذتكم كانت من الصحاب، عندكم 4 أشخاص من الأصدقاء خسرتوهم أو حاولتوا تبعدوا عنهم لأن ال4 أشخاص دول مش حابين لك الخير. في واحدة ست في أرض بيتكم، في أرض البيت بتجدد لكم سحر، شوفوا بقى مين اللي انتوا قاعدين معاه في بيتكم، هي واحدة ست بتجدد لكم سحر، الست دي مش حابة الخير أبدا وعاملين لكم سحر، عايزة تنتقم منكم عداوة أشد العداوة عليكم، فلازم تخلوا بالكم. انتوا رحتوا عند شيخ أو عند شيخة، رحتوا عند حد والحد ده قال لكم انتوا مش معمول لكم حاجه، بس هم مش عارفين انتوا معمول لكم السحر، والسحر ده هو اللي عامل لكم موقف حال في اكتر من حاجه. الفتره اللي جايه دي حرفيا اسمتكم هتكون مفتوحه، لان الفتره دي هتعدوا باكتر من ازمه، وبعد كده ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب في تجديد امور. انتوا منتظرين، عندكم بركان جوه قلبكم، تفكير رهيب من كتر الصراع اللي داخل اللي عندكم. انتوا الفترة دي هتبذلوا اقصى مجهود بشكل كبير، احرصوا جدا على كل حاجة فاتكم، احرصوا جدا على المعاملات اللي ما بينكم وما بين الاخرين، لان البعض منكم مخنوق، البعض منكم عايز يطلع من اللي هو فيه، وزي ما قلت الوجع اللي في المعدة ده بسبب الحسد الشديد، والمال اللي عندكم ما تصرفوش زيادة عن اللزوم، وبلاش تبط القلب مع الأخوات، مع المقربين اللي انتوا بتدوهم من غير حساب، لأن انتوا لما بتدوهم من غير حساب هم مش شايفين كده، هم شايفين ان انتوا ضعاف فانتوا بتدوهم، فعايزاكم تخلوا بالكم وتحذروا. عندكم تغيير حلو ولقاء جميل وقعدة جميلة، طاقة معينة الله أعلم، في تجديد لأكتر من حاجة عندكم، في خطوبة هتتم على خير بإذن الله، وهيبقى استكمال لحاجات جديدة، لأن انتوا حصل عندكم توتر، حصل عندكم خلافات، وده كان في مكالمة يعني ما اتفقتوش فحصل الخلاف، فياريت تخلوا بالكم. والأشخاص اللي عايزة تأذيكم دي عمرهم ما هيقدروا يأذوكم، ليه؟ لأن انتوا معاكم رب، معاكم رب ما بينامش، عارف مين بيحسد مين ومين بيحقد على مين. العاطفة عندكم حرفيا هتكون في قمة الازدهار، لان انتوا في خلافات كتيرة جدا حاصلة بينكم وبين الشريك الفترة دي، لكن بفضل ربنا هيكون في نقلة جديدة، بفضل ربنا هيكون في تجديد جديد، طاقة معينة، لقاء عاطفي الفترة دي، وهيجدد الخلايا والمشاعر اللي عندكم، وهتكونوا مبسوطين، هيبقى في عودة لحد عندكم، حصل عندكم فراق، يعني حصل حد كان في فراق بينكم، فالفترة دي هيكون في طاقة. بلاش الخوف اللي عندكم، الخوف اوعوا تخافوا، يعني ما تخافوش من حاجة، انتوا خايفين من حاجة تحصل، بالكم مشغول عمالين تفكروا، وده اكبر غلط انتوا بتدوه لنفسكم، فياريت بقدر المستطاع ما تخافوش من اي حاجة، وتمشوا في اللي انتوا عايزين تمشوا فيه من غير تردد، من غير تفكير، من غير اي حاجة، لان انتوا عندكم رزق كبير وعندكم طاقة مستجدة بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، لان ربنا كريم عليكم، ربنا حابب لكم ان انتوا تكونوا في قمة الازدهار، فياريت تخلوا بالكم بقدر المستطاع. راسكم مرفوعة دايما، مفيش حاجة بتنزل دماغكم، دايما راسكم مرفوعة، لكن نفسيتكم الفترة دي تعباكم، ان شاء الله بإذن الله ربنا هيفك كربكم قريب جدا، وهيزول الهم اللي فوق دماغكم اللي دايما يعني الهم اللي انتوا شايلينه، بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى خطواتكم هتكون إيجابية. في حاجة انتوا الفترة دي بتحبوا تعملوها، الحاجة دي طاقة روحانية من عند ربنا،
انتوا كمان بتحسوا بالحاجة قبل ما بتحصل، عندكم الحاسة السادسة عالية جدا، لأن ربنا حكيم عليكم ومديكم حاجات انتوا ممكن تكونوا مش شايفينها في نفسكم، لكن هي بالنسبة لحد تاني أو ناس تاني دي حاجات مستحيل تكون موجودة. فلازم بقدر المستطاع تخلوا بالكم، لأن بفضل ربنا سبحان الله وتعالى ربكم هيجزيكم خير في حاجة هتحصل عندكم خلال 10 أيام، لإما اجتماع لإما مكالمة تليفون، في حاجة جديدة هتحصل لكم وهيبقى في تميز عن الآخرين، بس احذروا من العيون اللي بصلكم في كل حاجة. في حد بيغير منكم، الحد اللي بيغير منكم ده بيحسد او بيحقد عليكم، فدايما خلوا بالكم. بسم الله كمان ما شاء الله عليكم، يعني ربنا يبارك الفترة اللي جاية دي فترة تجديد ليكم، او هيبقى تجديد في قرارين او في موضوعين او في رقم 2 عندكم، لان التجديد اللي عندكم ده هيبقى فيه امور مستجدة لحياتكم بالكامل، في نور من بعد ظلمة، او في طريق هينور عندكم من بعد اليأس اللي انتوا بتعانوا منه حاليا. يعني انتوا ممكن يكون عندكم اكتر من حاجة مأثرة عليكم، لكن الفترة اللي جاية هيبقى فيه طاقة جديدة خالص. كمان احب اقول بسم الله ما شاء الله عليكم، ربنا يبارك في اولادكم، او لو انتم ما عندكمش اولاد ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب الفترة اللي جاية. عايزاكم تخلوا بالكم من فلوسكم، والحاجة اللي ضايعة منكم ياريت تدوروا عليها، لان في حاجات مستخبية لسه انتم مش عارفينها فين. دوروا كويس جدا في ارض بيتكم، انتم عندكم طرقة في ارض، في الشقة في ارض البيت، طرقة ضيقة كده، الطرقة دي خلوا بالكم كويس جدا، لانه لما بيعملوا اعمال لما بيعملوا سحور بيرموها في الاماكن الضيقة علشان بتبقى سهل جدا ان الشخص ينصاب على طول. فانا مش دايما هفضل احذر فيكم ان انتوا تخلوا بالكم، لاني انتوا مش عايزاكم تدوا لحد امان بالطريقة اللي انتوا مديانها دي. ايمانكم قوي للناس دي غلط، وخدوا بالكم من نفسكم. كمان بفضل ربنا سبحان الله وتعالى ان شاء الله باذن الله باذن الله في جواز او خطوبة او محبس جواز، في طاقة معينة هتديكم طاقة الجواز. عندكم هنا ارتباط بثلاث اشخاص، او في ثلاث اشخاص حروفهم زهرة، الثلاث اشخاص دول حرف الميم وحرف الالف وحرف العين، ثلاث حروف دول هيبقى فيهم ارتباط، ارتباط مع الثلاث اشخاص دول. ربنا هيجازيكم خير عن كل حاجة انتوا بتعملوها، الصداع اللي بيجيلكم من غير اي سبب، والدوخة والتعب النفسي والامور اللي عاملة لكم عراقيل، عايزاكم تخلوا بالكم من نفسكم، تخلوا بالكم من نفسكم بقدر المستطاع، لان استقراركم في حد ذاته بالنسبة لناس تاني تعب، بالنسبة لناس تاني هم مش عارفين يوصلوا للي انتوا فيه، فبالتالي هم ايه حاطين عليكم انتوا. فلازم تخلوا بالكم من نفسكم، وتحذروا الف تحذير من الناس اللي بوشين، المنافقين الكذابين اللي بيلعبوا على كل الاطراف. الاشخاص دول هم مين؟ هم اقرب مليكم، اقرب مليكم، حاقدين عليكم وغيرانين من نجاحكم، وخدوا بالكم من نفسكم بقدر المستطاع، لان ربنا كريم عليكم، وبفضل ربنا انتوا دايما بتوصلوا على كل حلم انتوا بتحلموه، بتوصلوا لكل نجاح انتوا عايزينه، بتوصلوا لكل طاقة ازدهار ربنا كاتبها لكم، الشفاء
او الخروج، انتوا هنا دموعكم نازلة بسبب حد عندكم مسجون، او بسبب حد دموعه قريبة جدا على خده، او انتوا لا اما زعلانين على حد مسجون وفي ضيق وفي خنقة، لا اما زعلانين على نفسكم او على حد مريض. نشوف بقى الرسالة بتاعتكم هتقول لكم ايه الفترة دي. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب انا اختار دي ونشوف ايه هي الرسالة. بسم الله مبين عليها جميلة. ستفرح وستنفتح لك كل الأبواب، وسيكون لك بإذن الله فرحة يحكي عنها الجميع والحظ إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب لو انتوا أصحاب ورقة أول واحدة قولوا لي، هنشوف الورقة التانية نختار دي. بسم الله. ستبكي من شدة السعادة، كن واثق في الله، لا تصعب يعني الأمور، فمستقبلك سيكون جميل وطموحاتك عالية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قولوا لي بقى انتم من انهي ورقة او اصحاب انهي ورقة. يا رب ربنا يكرمكم ويجازيكم خير عن كل حاجة في حياتكم. تحياتي لكم واتمنى لكم كل ما هو جميل.